أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول الآن إن الأوراق النقدية لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست مضروبة للذهب ولا الفضة؟ هذا قول ساقط لا قيمة له. إذن الربا يجوز فيها؟ لا، الحكم حكم النقود، حكم البديل، بديل له حكم المبدل. فلا يقول بهذا إلا إما جاهل وإما ضال. الزكاة ما هي أمر سهل تسقط. إذن ما في زكاة بهذا الوقت، لأن النقود الآن كلها ورقية، فلا فيه زكاة ولا فيه ربا ولا فيه. نسأل الله العافية، يتجرع على هذا القول إنسان يخاف الله. نعم.